ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما. المسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل هوجن بتاع محمد امام ابن عادل امام. كالعاده طبعا ما شفتش التريلرز ولا مره بتاعت مسلسلات رمضان، فهتفرج عليها كلها لاول مره معاكم النهارده. يلا بينا. مع بطل الابطال وشجيع الشجعان قوة ألف راجل. إنه شفت الواد هو كان عصب إزاي؟ بس كده؟ إيه ده؟ ايه ده؟ يعني حسيت بفرج على فيلم هندي، مش بفرج على مسلسل هيتعرض في رمضان. والله مش عارف اقول ايه بصراحه. هو ده يعتبر تيزر مش تريلر، ده يعتبر تيزر. مش هحكم عليه لحد دلوقتي، يعني مش هحكم على المسلسل لحد ما اشوف الاوفيشال تريلر بتاع المسلسل. طبعا فريق البطوله بتاع المسلسل محمد امام وكريم محمود عبد العزيز واسماء ابو اليزيد، عبير صبري وعايده رياض، صلاح عبد الله وقصقص وعمر مصطفى متولي. اخراج شيرين عادل، عملت حاجات كتيره جدا زي عائله زيزو وتاجر السعاده والعار والريان ومولد وصاحبه غايب. نسبه ترقبي للمسلسل ده لحد دلوقتي، لحد التيزر ده 5.5 من 10، لحد ما اشوف الاوفيشال تريلر ممكن يغير رايي، ممكن يغير رايي، بس انا بصراحه اشك ان هو ممكن يغير رايي. بس اتمنى اشوفكم في حلقات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وانستغرام وفيسبوك، واشوفكم الحلقه اللي جايه.